جدا وبسيطة. غادي نصوب بها الفازلين بمواد طبيعية 100%، يعني غادي ينفعنا بزاف تشققات القدمين. عندي هنايا كأس من شمع النحل، راه موجود عند العطار، غي يقولوا العطار شمع النحل، يعني غادي يعطيه لكم. بإمكانكم تستبدلوه بالشمع الآخر الأبيض العادي، ولكن يستحسن أنكم تستعملوا هذا من مواد طبيعية. وغادي نحتاجه كذلك إلى نصف كأس من الزيت، أنا هنا استعملت زيت دوار الشمس. وغادي نحط كذلك القليل من المسك، هذا باش نعطر به هذا الفازلين. بإمكانكم استبداله بأي زيت عطري. حطيت هنا الشمع وغنضيف عليه الزيت، ثم غنضيف المسك وغندوب كل هاد المكونات في حمام مائي مع التحريك، ويكون على نار هادئة مع التحريك. ثم غادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل ديالو لما يدوب. وهذا هو الفازلين ديالنا بعد ما داب، غادي نحطو في هاد العلبة الخاصة بالكريم. انا كنحتفظ بهاد العلب لاني كنصاوب بزاف ديال الوصفات الطبيعية، فكنعبئها في هاد العلب. بامكانكم تطلبوا من العطار انه يعطيكم هذاك الشمع ديال النحل يكون اللون ديالو فاتح، فانا لقيت هذا اللون ديالو غامق شويه، ولكن راه نفس المفعول. يعني اهم حاجه اننا صوبنا شيء طبيعي بايدينا ومن البيت. غادي نخليه حتى يبرد ثم غادي نستعملوه. بامكاننا استعماله على القدمين، على اليدين، وكذلك على الشفتين. في الفيديوهات القادمه باذن الله غادي نحاول انني نحط لكم مرطب طبيعي للشفاه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه لانه رائع رائع فعلا. ولا عندكم اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وكنقول لكم مع السلامه يا سكر حياتي. استودعكم الله الذي لا